Ladies and gentlemen, we come to you back live from the fight capital of the world in Abu Dhabi at the luxurious Emirates Palace. Please help me welcome as we bring out first to the ring, fighting out of the red corner. He comes in at a height of 175 centimeters with an official weight of 62.2 kgs. He has a perfect professional record of 5 wins and no losses. Representing the top gym, he hails from Belarus. Please help me welcome David Ivanou. إذن مشاهدينا الكرام، هنا النزال السابع من هذه الأمسية. أمامنا على الشاشة مقاتل الركن الأحمر ديفيد إيفانوف. طبعا هذا المقاتل صاحب عمر 19 عاما، الطول 1.75 متر. طبعا على فئة كما تنوهنا قبل قليل سوبر لايت ويت، -62 جرام، من بيلاروسيا. في رصيده 5 انتصارات ولا خسارة. يمثل فريق توب جيم من دبي. أمامنا على الشاشة مدرب ألكساندر، مدرب جيم توب جيم، الهيد كوتش أو المدرب الرئيسي في توب جيم، وأيضا والد ديفيد مدرب أيضا منتخب بيلاروسيا المتواجد معه الآن في هذه الزاوية. طبعا ديفيد من المقاتلين اللي يتمتعون بسرعة، قوة بدنية عالية. يتمتع أيضا هذا المقاتل بلكمات وركلات أكثر من رائعة وخطيرة. مقاتل ليس بالسهل، وستكون مواجهة نوعا ما صعبة على المقاتل سبيرو. لكن سبيرو أيضا أدهشنا وأبهرنا في النزال الأخير الذي كان في البطولة السابقة. هنا أمامنا مشاري المنصوري وإجراءات التحقق من الواقيات والأمور التي يتبعها المقاتلين. And now, bringing his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, he comes in at a height of 177 centimeters with an official weight of 62.2 kgs. He's got a pro record of 9 wins and only 3 losses. Representing the Kingdom Gym, he hails from the islands of Greece. It's Spyro Besiri. وفي الزاوية الزرقاء سبيرو بسيري، هذا المقاتل اليوناني الذي يمثل فريق كيندوم في أبو ظبي، الذي يدير تدريباته المدرب براد بلو، الذي شاهدناه في البطولة الأولى للمويتاي للمحترفين داخل الدولة أمام محمد البخاري، وفاز بالنزال بإقناع القضاء. وأيضا المقاتل مارلون الذي أيضا مساعد أو الذي يمارس أيضا تدريبات المويتاي والكيك بوكسينج في نادي كيندوم، الذي أيضا شاهدناه في إحدى البطولات في داخل الدولة أمام اللاعب سمير نور الدين. إذا سبيرو هذا المقاتل صاحب عمر 19 عاما، الطول 1.77 متر. طبعا هذا المقاتل في رصيده، يعني رغم صغر سنه، 9 انتصارات و3 خسارات من اليونان. مقاتل يتميز بالسرعة، يتميز بالسلسلة والوتيرة الهجومية السريعة. لا يتوقف بلكمة لكمتين، بل يتابع ب3 و4، وهذا ما يميزه هذا المقاتل. طبعا يمارس تدريباته مع مدربين صراحة أصحاب خبرة عالية، والآن أصبح لهم جيم كيندوم تقريبا 3 أو 4 أشهر على افتتاح هذا الجيم، لكن ما شاء الله يمارس عمله بشكل جيد. هنا بيانات اللاعبين أمامنا على الشاشة متابعينا الكرام. ونقول عن سبيرو، كان له مشاركات في الماس فايت كمبوديا في عام 2020. Ladies and gentlemen, referee Mishari Al-Mansuri will now be giving his final instructions to the kickboxers. Fighters, listen to my comment. Follow walk on rules and respect. Good luck. Touch gloves. Good luck. وكمان خلينا يعني كمان نتابع في السيرة الذاتية خاصة بسبيرو، مقاتل كان له مشاركة في يو اي ام مويتاي
نايت في شهر 9 2021 نعم عفوا 2020. إذن يبدأ النزال متابعينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان. نشوف حلوة لكمة على مستوى الجسد ومن ثم على مستوى الرأس ومن ثم على مستوى الجسد. طلع المقاتلين هذول راح يعطونا نزال ناري، ممكن إنه يكون من أجمل نزالات هذه الأمسية. والاثنين كونهم يتمتعون بالسرعة ويتمتعون بوتيرة سريعة في الهجوم القتالي وأصحاب خبرة رغم صغر سنهم، هذا الذي يعني يعطي المعطيات، هذه المعطيات التي ممكن أنها تقنعني أو تخليني تعطيني إحساس أنه ممكن يكون من أجمل نزالات هذه الليلة. لكن دعونا نرى لكل نزال ظروفه. سبيرو مستعد وديفيد مستعد، خلينا نشوف السلسلة الهجومية من كلا اللاعبين. هناك هجمة بهجمة، هنا إدارة من مسافات من كلا اللاعبين بشكل جيد، ركلة على مستوى الجسد ويرد بادي شوت هذا على مستوى الجسد صراحة مؤثر ويتمتع فيه المقاتل ديفيد، حتى التغطية الدفاعية ممتازة من مقاتل ديفيد. نشوف سبيرو يحاول سبيرو انه يصغر المسافات ويستفيد. طلع هذا تقريبا الايقاف الهجمة عن طريق الأكمة ممتاز جدا بحيث يعيق المقاتل باكمال السلسلة الهجومية الخاصة به، وهذا شيء مهم يجب على المقاتل الجيد والمقاتل الذي يجب عليه أن يقنع ليس فقط القضاء أيضا يدير النزال لصالحه، يجب أن لا يعطي فرصة كافية لخصمه لإكمال السلسلة الهجومية الخاصة به، وهذا الشيء نشوفه في سبيرو ونشوفه في ديفيد. يعني طلع دق حلو جاء من ثم أبركات على مستوى الجسد، بعدين يطلع على أبركات على مستوى الرأس، بعدين يطلع حوك على مستوى الرأس. يعني الهجوم تشوفه فوق وتحت، ركلة فوق ركلة تحت، مستوى الجسد على مستوى الرأس، اللكمات كذلك، وهذا الشيء يدل على المهارات العالية التي يتمتع بها كلا اللاعبين. نزال جميل حتى الآن ونزال حلو من كلا اللاعبين وأداء أكثر من جميل. أوه حلوة طلع السلسلة الهجومية من ديفيد والابتسامة الحلوة كمان من المقاتل سبيرو تعطي للنزال نكهة حلو. إغلاق المسافة والخطوة للأمام ثم ضربة ركبة على مستوى الجسد، كانت هجمة جميلة وجيدة وفعالة من المقاتل سبيرو. هنا تنبيه من الحكم مشاري لسبيرو، طلع الهوك مع الستيب للخارج على مستوى الجهة اليسرى ومن ثم يوجه ركلة على مستوى الجسد، فعالي جدا مع المقاتل ديفيد. جولة جميلة مهارية، جولة تتمتع بفنيات تتمتع بمهارات، كلا اللاعبين يطلعوا أحلى أداء وأحلى مستوى. نشوف بعض مقتطفات الإعادة ونشوف هذا الجيل الصاعد وهذه الولادة الجديدة للمقاتلين المتواجدين داخل الدولة، هذا الشيء يبشر بالخير. نشوف أعمار صغيرة يعطونا هذا الأداء ويعطونا هذا المستوى الأكثر من رائع في النزال، يقول رياضتنا بخير ويقول الكيك بوكسين والمويتاي بخير. إن شاء الله إذا ظلينا على هذا النهج راح نشاهد أسماء كبيرة متواجدة داخل دولة الإمارات، راح نشاهد مستويات عريقة داخل دولة الإمارات، راح نشاهد في المستوى الوطن العربي ليس فقط خلينا نحكي على الأسماء العربية فقط وأيضا على الأسماء الموجودة خارج هذا المحيط. أصبحنا نشاهد مقاتلين من شرق أوروبا كما نشاهد أمامنا من بيلاروسيا، نشاهد مقاتلين من إنجلترا من أمريكا من أمريكا اللاتينية، نشاهد مقاتلين من كل أرجاء العالم أصبحوا الآن نقطة ووجهتهم لتطوير أنفسهم هي الإمارات، ليس فقط على مستوى الكيك بوكسين والمويتاي بل وأيضا على مستوى رياضات كثيرة داخل الدورة، وهذا الشيء يبشر بالخير ويدل على العمل الشاق الذي يبذله جميع الاتحادات الرياضية هنا لإنعاش الرياضة. نشوف الجولة الثانية مشاهدينا الكرام
ونشوف ديفيد في هذه الجولة داخل بنكهة قتال أخرى، ونشوف التركيز العالي على اللكمات على مستوى الجسد والتحركات الممتازة طول الأطراف لصالحه شوي ديفيد، مشان هيك تحس تشعر أنه المقاتل ديفيد لكماته تصل، ركلاته تصل، عكس سبيرو يحاول أنه يغلق المسافات ويستفيد من ضربات الركبة، وهذا شيء صحيح، استراتيجية صحيح. يجب على سبيرو أنه ما يعطي مجال للمقاتل ديفيد أنه يستفيد من الضربات المستقيمة، لكن أيضاً اللكمات الجانبية أو الهوك اللي يتمتع فيها ديفيد كويسة، وضربة الركبة التي يتمتع بها ديفيد أيضاً فعالة، فيجب أن ينتبه وأن تكون التغطية الدفاعية موجودة. قتال حتى الآن جميل. الاستيب اللي يخدها المقاتل ديفيد للخارج تعيق المقاتل سبيرو في إكمال السلسلة الهجومية. هنا ضغط من المقاتل سبيرو يحاول يوجه، حلو، حلوة من المقاتل سبيرو، نعم، وحلوة من المقاتل ديفيد. يا سلام على هالفنيات من هالأعمار الصغيرة، ويا سلام على هذا الأداء من هذه الأسماء الصاعدة. نشوف يحاول يسكر المسافة ويعمل الجمب فرونت ني، لكن يطلع منها بشكل ممتاز، واحدة بواحدة، هجمة بهجمة، أداء ولا أروع ولا أجمل من كلا اللاعبين. سبيرو ويا ديفيد متعونة، خلي المشاهدين تنبسط بهذا الأداء الأكثر من رائع. نزال يستاهل يكون ضمن قائمة أحلى نزالات الأمسية حتى الآن وحتى هذه الجولة. دقيقة واحدة متبقية لنهاية هذا النزال، عفوا نهاية هذه الجولة، وحتى الآن يا سلام يا سلام الاستيب للخارج أو الخطوة للخارج مع ضربة على مستوى الجسد من المقاتل إسبيرو، جميل. هل ممكن انها تكون لكمة تنهي النزال؟ هنا عد من الحكم مشاري، مفاجأة من سبيرو، مفاجأة من سبيرو، راح تعطيه ثقة بالنفس، لكن اياك ان تتهور. اللاعب ديفيد يوجه لكمات على مستوى الجسد، يا سلام عليكم، متعونة يا شباب. سبيرو التهور شوي ممكن يشكل خطورة، دير الجولة بشكل ممتاز، هذه الجولة ولا أروع ولا أجمل حتى الآن من أجمل نزالات هذه الأمسية، رأي الفني واحتفظ به طبعاً مشاهدين الكرام، لكل نظرة فنية تختلف عن الأخرى، لكن المهارات اللي أشوفها أمامي من هذه الأعمار ومن هذه الأسماء الصاعدة تبهرني صراحة، وهذا اللي خليني أعطي من أجمل النزالات السبعة، خلينا نحكي اللي مضت أو اللي شاهدناها قبل قليل. نشوف بعض مقتطفات الإعادة مشاهدينا الكرام، ونشوف سبيرو في هذه البطولة أفضل، ونشوف سبيرو في هذا النزال أفضل من النزال السابق. متابعينا الكرام في كل مكان، هنا يو ام، وهنا الاتحاد الاماراتي للمويتاي والكيك بوكسينج، والدعم اللامحدود من سيدي صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد الذي وضع حجر الاساس لهذه الرياضه في الدوله، وايضا كل العاملين في الاتحاد ممثلا بسعاده الرئيس عبد الله النيادي على المجهود الأكثر من رائع الذي يبذل لإنعاش هذه الرياضة، وأيضا الأستاذ طارق مهيري وفهد العبدولي وجميع العاملين في الاتحاد الإماراتي للمويتاي والكيك بوكسينج. جولة ثالثة تبدأ، ونشاهد الضربة اللي أسقطت اللاعب تعطي سبيرو ثقة بالنفس. لكمة يمينية ومن ثم ركبة على مستوى الجسد أسقطت اللاعب، وتخلي المقاتل يسلمها، نعم يسلمها سبيرو، يا سبيرو كندم يا كندم، براد يا براد، ألف مليون تريليون مبارك، وسلامات سلامات للمقاتل ديفيد، ويا عساك ما تشوف شر. نشوف بالإعادة
ضربة على مستوى الضلع هي التي أثرت على المقاتل، ثم لكمة يمينية. سبيرو فاجأتنا في هذا النزال، مستوى عالي، مستوى رفيع منكم الاثنين، يعطيكم ألف ألف عالفي. أعلق وأسفق وأمدح وأسولف وأتغزل فيكم يا أحلى بطلين شفناكم في هذه الأمسي، يعطيكم ألف تريليون عافية. يعني ينتهي النزال في هذه الجولة، الجولة الثالثة، نزال ولا أروع. كان في ندية وكان في هناك تنافسية من كلا اللاعبين. شفنا جولة أولى ذهبت أو خلينا نقول جولة أولى كانت قريبة للمقاتلين، جولة ثانية كان أفضل فيها ممكن ديفيد، برضو كانت قريبة، لكن الكلمة Ladies and gentlemen, referee Mishari Al-Mansouri called a stop to the action at 34 seconds in round number 3, declaring your winner by KO to Spyro Besiri. إذن سبيرو الكلمة لك سيدي العزيز، الكلمة لك أيها البطل الصاعد، والدرع لك أيها البطل، مبارك لك هذا الإنجاز، مبارك لك هذا الفوز، ومبارك إضافة لسجلك هذا الانتصار. ألف سلامة. Ladies and gentlemen, we'd like to kindly invite back into the ring Mr. Carlos Ramjanali, the Waco Pro Executive Director. إذن سيتفضل الأستاذ كارلوس، عضو الاتحاد، عضو إدارة الاتحاد الدولي للواكو، لتكريم الفائز في هذا النزال وتسليم درع البطولة. مستويات ولا أجمل مشاهدينا الكرام، نشاهدها أمامنا على الشاشة. وهنا سبيرو، صراحة فوز مقنع، صراحة فوز مقنع وجميل للمقاتل سبيرو. مبارك لبراد أمامنا على الشاشة، وفريق كيندوم وابتسامة النصر لها نكهة لا يشعر بها إلا من ذاق هذه النكهة. ألف مبارك. إذن صورة تذكارية للبطل سبيرو. I'm stood here with a young man himself, Spyro Besiri. Spyro, you took it in a decisive KO victory at 34 seconds in round number 3. I mean, it goes without saying you've got a great coach in your corner, but do you think Bradley's his experience within the fight region helped you take the win by KO? Yeah, he helped me so much. He has a lot of experience in the sport, like nearly 70 pro fights. So he's very experienced, he has fought all over the world, and he helped me to improve very much as an athlete, but also as a person in my life. Amazing. Spyro, would you like to say something to your friends and family watching you here taking the KO? It must feel great. I want to say a big thanks to all my friends, family and relatives, because many people are watching me today live, and I try to do the best to take the win and make everybody happy. I really want to thank them so much. Their support means a lot to me. I will do my best. Thank you so much. Ladies and gentlemen, your winner by KO, Spyro Besiri. إذن سبيرو البصيري يقنع. ما ظل فيها إقناع. هو أنهى. أنهى النزال بضربة فنية قاضية.